تحية مجددة لكل مشاهدينا ومشاهدي اون تايم سبورتس 2 برنامج ملاعب الابطال. اسمحوا لي في هذه الفقره ارحب باثنين من ضيوفي. الضيف الاول عبد اللطيف منيع، بطل مصر في المصارعه واللي حصل من قبل على بطوله افريقيا 10 مرات، ايضا مصنف ثاني على العالم واللي حصل من قبل على بطوله العالم في تحت 23 عام. اما ضيفي الثاني النهارده هيثم فهمي، وايضا حصل على لقب دورتين بحر متوسط من قبل، ايضا اول عالم عسكري بالاضافه الى دورتين العاب افريقيه بخلاف اكثر من 10 بطولات افريقيه. فخورين ان احنا يتواجد معانا في برنامج ملاعب الابطال اثنين من ابطالنا في لعبه المصارعه. برحب بيكم على شاشه اون تايم سبورتس، وبرحب بيكم بصفه شخصيه في برنامج ملاعب الابطال، منورنا النهارده. اهلا وسهلا بنور حضرتك، الله يخليك. يعني عايز ابدا معاكم في البدايه، يعني كل حد فيكم يعرف نفسه للساده المشاهدين اكتر. يمكن انا اقتضبت الحديث عن انجازاتكم، ولكن اكيد انجازاتكم في لعبه المصارعه انجازات كتيره جدا. هبدا مع عبد اللطيف المنيع، يمكن هو بقى في الوزن الثقيل، فنبدا بيه يا هيثم. انا اسمي عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب مصر. الحمد لله احنا بنعمل استعدادات للتاهيل الاول للاولمبياد طوكيو 2020، وحاليا احنا في معسكر داخلي لان المعسكرات الخارجيه كنا المفروض نسافر بكره اللي هو 11 المغرب، البطوله المؤهله دي كانت اول محطه لينا مؤهله للاولمبياد، فاتاجلت بسبب ان في الاتحاد الدولي اجل باجل غير مسمى. قبل ما نتكلم على التاجيلات، انا عايزك يعني تعرف الساده المشاهدين الاول انجازاتك، البطولات اللي قدرت تحققها، يمكن انت بادئ لعبه المصارعه من وقت صغير، فيعني احكي لنا الموضوع من اوله. لا انا بلعب مصارعه وانا عندي 8 سنين، انا بطل افريقيا 10 مرات الحمد لله، وجبت 5 ميداليات جائزه كبرى اللي هي البطولات الاوروبيه، العالم كله بقى جاي بطولات جائزه كبرى، جبت 3 اولمبيات عسكري، 3 عالم بتاعت 23 سنه، جبت 5 عالم و7 عالم. يعني اخر حاجه كنا شغالين عليها اللي هي الجائزه الكبرى اللي في ايطاليا، الحمد لله جبت فيها اول. وبعد كده عدى البرنامج بقى اللي احنا جينا في المعسكر الداخلي عشان رايحين ان احنا رايحين للتاهيل بتاع الاولمبياد فتاجل. طب وامتى بدات لعبه المصارعه عبد اللطيف، وجات الفكره ازاي في البدايه؟ هو والدي هو اللي وداني النادي وبيدعمني حتى لما زال، وكان جاري، كان عمي فريد شوقي، كان بيلعب مصارعه وكده، وهو كلم بابا كده ان احنا انا العب مصارعه وكده، وبابا بعد كده كان متابع بقى، كان ابويا بيحب الرياضه قوي، بيحب اللي يتفرج على الاولمبيات وكده، فعارف ان احنا كان عندنا اصلا انجازات في الاولمبيات، فوداني النادي وفضل يدعمني لحد وقتنا هذا، هو من اكبر الداعمين ليا الحمد لله، ربنا يديله الصحه يا رب. أمين. ومكمل معايا ان شاء الله، وهو لحد ما اجيب ميداليه اولمبيه باذن الله ان شاء الله. انتقل من عبد اللطيف لنجم اخر، هيثم منيع. هيثم فهمي اسف، يعني عايز اتكلم معاك يا هيثم ايضا عن انجازاتك الشخصيه، ابرز الالقاب اللي حصلت عليها، وجات لك منين فكره ان انت تبدا في لعبه المصارعه؟ هي لعبه المصارعه انا في اسره رياضيه، مصارعين كلهم، وانا الاخ الصغير، كنت مضطر اضطراري يعني ان انا هلعب مصارعه. انجازاتي انا لعبت لعبت دولي من سنه 2010، وحصلت على اكتر من 10 بطولات افريقيا ذهبيات الحمد لله كلها، واول عالم عسكري وتاني اولمبيات عسكري، ولعبت شاركت في الاولمبيات اللي فاتت بتاعت البرازيل، وفي بقى دورات البحر والدورات الافريقيه والجائزه الكبرى، كل ده يعني الحمد لله. انا حاليا مصنف من اول 10 في التصنيف العالمي، وبنجهز طبعا، كنا بنجهز للتاهيل، كنا ان شاء الله يعني احنا 6 اوزان، كنا ان شاء الله ضامنين على الاقل نكونوا 5 اوزان هتتاهل. لكن طبعا البطوله اتاجلت عشان الفيروس اللي ظهر، فمش عارفين بصراحه المشاكل دي، لسه بقى نتكلم فيها ان شاء الله بعدين. يعني انا عايز اتكلم معاك انت تحديدا، يمكن انت بتلعب في الاوزان الخفيفه، صعب دايما على اللعيبه اللي بتبقى في الاوزان الخفيفه انها تفضل محافظه على الوزن بتاعها، انت ازاي بتحاول ان انت تحافظ او تفضل في الميزان بتاعك؟ هو انا بقى عندي خبره كبيره قوي، لان انا كل بطوله لازم بنقص وزني، يعني دايما المصارعين كلهم كده غالبا بيجي قبل البطوله بينقص وزنه 3 أو 4 كيلو، فانا بقى عندي خبره وبقى عندي يعني عارف ان انا بتعامل ازاي وبتصرف ازاي، حتى لو الوقت بقى ضايق عليا بعرف اتعامل فيه، يعني ليا نظام غذائي وكل حاجه بظبطها يعني. تمام، انتقل لعبد اللطيف. يعني عبد اللطيف دلوقتي عندنا لعبه المصارعه دايما تاريخها كبير جدا في مصر، شفنا لعيبه كبيره زي كرم جابر، اكيد كل لاعب منكم بيبقى عنده طموح شخصي، اقصى طموح وصلتوا ليه انتوا الاثنين؟ هبدا بعبد اللطيف، كلمني عن طموحك الشخصي. يمكن ما شاء الله انجازات كبيره جدا، سواء في بطوله العالم، دورات البحر المتوسط، افريقيا، ولكن نقدر نقول دايما الاولمبيات بتبقى هي نقدر نقول حلم كبير جدا، فعايز اتكلم معاك بشكل عام عن طموحك الشخصي.
انا طموحي الشخصي ان انا اجيب ميداليه اولمبيه، بس الميداليه الاولمبيه محتاجه تعب وشقاء، ويعني حضرتك الميداليه الاولمبيه زي الدكتوراه، ما فيش اعلى منها. وغير كده العالم كله بيجي سنه الاولمبيات، او يعني بيبدا الاعداد من بدري قوي، بيعمل فريق اولمبي وبيقفل عليه وبيقدر ان هو يعده اعداد كامل للاولمبيات. الاولمبيات يعني انا قلت قبل كده ان هي حلم شعوب، ان هي بتعتبر ان هي العالم كله، الكره الارضيه كلها بتقف عند الاولمبيات، الناس كلها بتشاهد الاولمبيات، اكبر مشاهده في العالم هي الاولمبيات. فالعالم كله بيتابع الاولمبيات. الاولمبيات ديت يعني محتاجه معسكرات خارجيه كتير، ومحتاجه دعم كبير جدا، ومحتاجه سنين اعداد، مش قبلها ب10 شهور او بسنه، لا، الاولمبيات محتاجه دعم، يعني دعم دوله يفضل دايما باستمرار، وده اللي احنا التمسناه السنه دي. بس احنا طبعا عطلنا بسبب كورونا ديت، اللي الاعداد شغال، بس انا حلمي الكبير ان انا اجيب ميداليه اولمبيه ان شاء الله في 2020، ربنا يكرم ان شاء الله، وتبقى دي البدايه كمان. يعني شايفك بتتكلم بحماس كبير جدا عن الاعداد والاستعدادات، عايز اتكلم معاك انت شخصيا، بتحاول تستعد ازاي للاولمبياد، سواء بتاجيل البطوله، سواء بتجميد النشاط الرياضي، انت يومك الطبيعي بتتعمل ايه عشان تستعد لبطوله مهمه زي دي؟ انا معايا الدكتور اشرف حافظ المدرب. دكتور اشرف هو مدرب كابتن كرم في لندن، اللي جاب معاه الميداليه الفضيه. احنا شغالين بطريقه علميه جدا، يعني احنا دلوقتي المنافسه بعدت عن يعني كانت البطوله هتتلعب كمان يومين، فكان خطه الاحمال اللي محطوطه والتدريب غير اللي موجوده حاليا. لما البطوله اتاجلت الاعداد البدني زاد تاني والباور زاد تاني، لان البطوله كل بطوله بتحط لها اعداد وبتحط لها احمال معينه. يعني مثلا بيجي قبل البطوله بينزل بالحمل عشان ان انا ابقى العضله مرتاحه ومفيش حمل لاكتل في العضله، اقدر ان انا اقدم اقصى قوتي في البطوله. فتره الاعداد دي بيبقى اللاعب فيها يعني شايل اقصى ما عنده في الحمل. فتره الاعداد التزام قاس جدا، ما بنخرجش بره المركز الاولمبي، النوم بدري، مفيش موبايلات، اكل نوم تغذيه، وطبعا الصلاه قبل كل شيء الحمد لله. يعني حضرتك انت بتضحي بكل شيء عشان الاولمبياد، ما يكونش في وقت، يعني اليوم بتاعنا ما يكونش في وقت، ما يكونش في وقت خالص. انا ببدا تمرين الصبح وتدريب بالليل، تدريب بالليل، وبينهم طبعا لازم في راحه بين والغذاء بتاعنا اللي هو البرنامج الغذائي بتاعنا، فما بيكونش في وقت خالص ولا تخرج ولا تعمل، فبنضحي بحاجات كتير. ده اللي عبد اللطيف بيقصده، ان احنا بنضحيين بكل حاجه. طب انا هقول لك حاجه، يعني طبعا بحكم يعني اللي بنسمعه عن لعبه المصارعه، في حاجه الناس بتقولها ولكن هي عاليه تماما من الصحه. الناس دايما بتقول ان في لعبه المصارعه ان الاوزان الثقيله هي اللي بتكون اصعب، ولكن يمكن في الاوزان الخفيفه هيثم بتكون المنافسات اقوى بكتير، لان اللاعبين بيكونوا قصار القامه وبيتبتعوا ببنيه عضليه وجسديه بتبقى قويه جدا. فعايز اتكلم معاك، هل فعلا الاوزان الخفيفه بالنسبه لك بتحس فيها صعوبه اكتر من الاوزان الثقيله ولا لا؟ هو اكيد طبعا الاوزان الخفيفه هي اصعب الاوزان، ويعني يمكن بس عبد اللطيف بيضحك، يعني هو بيبص لك كده ورجع الكرسي. يمكن عبد اللطيف هيبقى فاهم الموضوع ده، لان الاوزان الثقيله نادرا ما يكون فيها الحركات الفنيه كتير، ونادرا ما يكون في لاعب فني عالي. يعني يمكن عبد اللطيف بطل عالم لان هو بيقدر يسحب حركات فنيه عاليه، ففي الاوزان الثقيله صعب. انت قصدك كده ان يعني الاوزان الثقيله مش قوي، مش الاوزان الثقيله معتمد على الباور اكتر من الفنيات، الموازين الخفيفه بتعتمد على اللياقه والفنيات اكتر. يعني احنا دايما الاوزان الخفيفه احنا طول الماتش في حركات بتتسحب ممكن ليك او عليك، وتعوض ممكن في خلال ال 10 ثواني نعوض الماتش كله. في الميزان الثقيل صعب جدا ماتش، صعب ان انت تاخد النقطه، سكور يخلص 10-0. في الاوزان الخفيفه دايما السكور 8-2 11-12، سكور عالي جدا. اما في الاوزان الثقيله 4-2 1-0. في ابطال في اسيا بيبقوا زي القرود، يعني احنا في الاوزان الخفيفه بنلعب قرود والله. طبعا ما بنقدرش نسيطر عليهم يعني. طيب يعني عايز ارجع للموقف التاهل من الاولمبياد، موقفكم انتوا الاثنين ايه دلوقتي؟ هبدا مع هيثم، يعني قول لي موقفك ايه من التاهل ايضا لاولمبياد طوكيو 2020؟ احنا كنا مجهزين تجهيز كويس قوي في المركز الاولمبي، عاملين اعداد داخلي في المركز الاولمبي، بس للاسف هو الموضوع ان هو اتاجل، دي لخبطت البرنامج بتاعنا خالص. مش عارفين بقى الموقف بتاعنا، بس احنا استحاله وصعب جدا نوقف التدريب، يعني ان احنا ننقطع عن التدريب دي حاجه صعبه جدا، يبقى احنا بنهدم كل اللي احنا عملناه. فاكيد يعني بنناشد طبعا السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف
اكيد طبعا هو فاهم الموضوع ده، احنا استحاله نوقف التدريب. طب شايف ان المنتخبات المنافسه حاليا معظمها معسكر في اوروبا، في حين ان انتم معسكرين في المركز الاولمبي، هل ده بيخلق من دلوقتي فروق في التجهيزات سواء البدنيه او النفسيه ولا لا؟ هو الموضوع ده من زمان، يعني احنا ان زي ما عبد اللطيف بيقول احنا الاولمبيات الناس بتجهز لها اكتر من 3 سنين. احنا حتى الفتره اللي هي السنه الاخيره للاسف برضو في نقص في المعسكرات الخارجيه والاعداد الخارجي، خصوصا البطولات. يمكن انا تصنيفي العاشر لان انا ما شاركتش في كذا بطوله في الرانك، فده بيعمل ازمه كبيره قوي. يعني انا كنا نقدر نكون قريبين، الحاجات دي بتعمل فرق. والاولمبياد طبعا حاجه صعبه جدا، الناس بتجهز لها من سنين، لازم احنا نراعي الموضوع ده ولازم نركز فيه كويس قوي. تمام، ربنا يوفقكم. يعني يمكن عبد اللطيف انت احد اللاعبين المرشحين ان شاء الله لحصد ميدالية أولمبية ان شاء الله. الاتحاد بيتعامل معاك ازاي ودور الاتحاد في دعمك؟ ولو انت عندك طلبات، يعني عايزين نستغل النهارده وجودك معانا في ملاعب الابطال ان انت يعني تفصح عن طلباتك بحيث ان شاء الله تحصد هذه الميدالية. انا الحمد لله انا معايا سبونسر اللي هو وادي دجلة بدعم من وزارة الشباب والرياضة، شكرا دكتور اشرف صبحي، اتعاقد مع الباشمهندس ماجد سامي رئيس مجلس وادي دجلة في ان هو دعم الراعي الاولمبي، 7 لعيبة من ضمنهم انا الحمد لله. الاتحاد بينظم لي وقت المعسكرات بتاعي، دكتور اشرف بيعمل الخطة اللي هو المدير الفني اللي موجود معايا بيعمل الخطة فيها ال4 معسكرات او 5 معسكرات بيسلمها للاتحاد، الاتحاد بيمشي اداريات، بيبعت للسفارة، بيتبعت الجوابات للاتحادات التانية، بيخلص. امال كدعم مادي، لا الدعم المادي بيجي عن طريق السبونسر، لان انا بقيت خارج الفريق القومي بره الماديات، انا تبع السبونسر بتاعي بيبعت لي اعتمد الخطه بالتكلفه وبعت الميزانيه، الاتحاد هو عباره عن بينسق لك الاداريات بتاعتك. اي حد معاه سبونسر انا او من غير زمايلي بنفس الطريقه كده، وبنطلع معسكرات خارجيه وبشارك من ضمن الفريق القومي في البطولات. اما انا خارج الميزانيه بس، موجود مع الفريق القومي في المركز الاولمبي وفي كل حاجه وفي فتره الاعداد وفي كل شيء. تمام. طب هيثم، يمكن انت منذ قليل وجهت الرساله للدكتور اشرف صبحي بتطلب فيها الدعم، هل شايف ان الاتحاد بيوفر لك كلاعب مصارعه ايضا عنده طموح ان هو يحصد ميداليه لمصر، هل شايف ان الاتحاد بيوفر لك كل الدعم سواء المادي او المعنوي ولا لا؟ هم بيوفروا الدعم بس انا شايفه غير كافي طبعا. يمكن انا بحس ان في عدم ثقه في اللاعبين ان احنا نقدر نعمل انجاز، فده بيخلي فيه تراخي شويه ان احنا ايه يعني. فلا احنا محتاجين دعم، خصوصا احنا الفتره اللي قربنا على الاولمبيات ومحتاجين دعم. يمكن احنا عندنا ابطال عالم كتير في الفرقه لكن للاسف متفككين. يعني عبد اللطيف زي ما بيقول لحضرتك هو جاله مثلا راعي، عبد اللطيف انفصل عن الفريق، مش هو بس، في كذا لاعب تاني، يمكن في بطل عالم اللي هو كيشو، فالفريق بتاعنا بقى متفكك. فالمفروض ان انا اتمرن مع ابطال العالم، انا بطل العالم اتمرن معاه، احنا نفيد بعض. لكن للاسف احنا معرضين في الفتره دي، انا بناشد طبعا العميد عصام نوار ان احنا نقدر نجمع فريق قوي ويقدم لنا الدعم، غير بقى الموضوع التاني اللي هو بتاع المعسكرات. طب يعني خليني اتكلم معاك بصراحه، هل شايف ان العلاقه اصبحت فيها نوع من التوتر بين الاتحاد الحالي للمصارعه واللاعبين ولا لا؟ الى حد ما، الى حد ما. احنا محتاجين نركز. يمكن احنا كنا مجتمعين مع العميد عصام وطلبنا منه حاجات، منتظرين منه ان هو يساعدنا فيها ويدعمنا فيها. فلا احنا في مشاكل دلوقتي، في ازمه حاليا، ان احنا خصوصا فريق المصارعه الروماني، احنا ابطال عالم، كلنا ابطال عالم، يعني احنا 6 موازين، ان شاء الله ال6 موازين هيتاهلوا في الاولمبياد، بس احنا متفككين مش عارفين نعمل معسكر داخلي حتى كويس، ودي ازمه كبيره. يعني حتى في البيت بتاعك ان انت مش قادر تنظم نفسك، فدي ازمه كبيره يعني. طيب، طب عبد اللطيف، امتى نقدر نقول ان المصارعه المصريه اصبحت مصنفه عالميا، قادره انها ترجع للمراكز اللي حققها سواء كرم جابر او كيشو؟ يعني الوضع الحالي ايه، وشايف ان مصر امتى تقدر تبقى ليها تصنيف عالمي؟ هي حضرتك الرياضه عادت امكانيات وخطه تقدر تمشي عليها توصلك للنجاح، خطه مدروسه بطريقه علميه، كل العلم عاد متدخل في كل شيء. ما ينفعش ان انا اجيب حاجه كده احط تلقائي كده، لا، البطل الاولمبي بيبقى لها حياه، يعني حياه منظمه. انا بقوم من 6 الصبح ل 12 بالليل، انا عارف اليوم كله ماشي ازاي. كذلك انا البطل الاولمبي بيجي بيتحط ده اللي هيمثلنا في الاولمبياد، بيتعمل له خطه على المدى البعيد،
بتتنفذ. طبعا ما فيش اي ضغوطات عليه، ما فيش اي حاجه خالص بتحاول ان هي تشغله عن حلمه، لان هو ده مش حلم اللاعب، ده حلمه حلم بلد. وطبعا انا بتصرف عليا ملايين، انا لازم ان انا اكون قد المصاريف ديت، ولازم ان انا اكون قد التعب ده وقد الناس اللي بتشجعني وواقفه ورايا، وان انا شايل اسم الحمد لله من فضل ربنا علينا، احنا شايلين افضل واحسن في الدنيا كلها اسم بلد على ظهرنا اللي هي مصر ارض الكنانه الحمد لله. فان انا لازم اكون قد البلد ديت، حتى لو كان في نقص في الاداريات او في الدعم، فانا الحمد لله من خير جنود الارض، عندي ثقه بالله ان انا ان شاء الله هعمل حاجه انا وزمايلي. ف انا عندي حلم مش هسيبه حتى لو كان قدامي صعوبات، انا وراه. وصدقني احنا بنضحي بحاجات كتيره جدا عشان خاطر حلمنا ده. يمكن انا بتكلم بحماس شويه لان بجد انا بحس مثلا في اي معسكر في العالم، لا احنا رايحين بدون اي، يعني مثلا بشوف واحد بطل اولمبيات ان هو جاي يتمرن معايا، ان انا اصغر منه ب 10 15 سنه، يعني بحس بالفرق البنيه والخامه. احنا خامتنا بالطبيعه الحمد لله بتستحمل التعب والجهد ان انا يكون عندي حلم بضحي بكل شيء عشانه، حتى لما بيجي صعوبات انا بتلاشاها عشان خاطر ان انا اتمسك بحلمي. ان شاء الله ان شاء الله من حلمك وحماسك ان انت ان شاء الله من خلال ملاعب الابطال توعدنا بتحقيق ميداليه اولمبيه، ويمكن هرجع لك. ولكن مكملين مع اثنين من نجومنا في لعبه المصارعه، هيثم فهمي وعبد اللطيف منيع، ولكن بعد الفاصل. هيثم، اكيد في ازمات كتيره جدا انتوا كلاعبين بتتعرضوا ليها، فمن خبرتك او وجودك كلاعب في فريق المصارعه، ايه ابرز الخدمات الازمات او الحلول اللي انت بتقترحها للاتحاد من خلال برنامجنا ملاعب الابطال لحل هذه الازمات؟ احنا اخر فتره تعرضنا فيه كان في ازمه خصوصا فنيا في التدريب. يمكن احنا لاول مره كنا خدنا ترتيب عام تاني في افريقيا بعد الجزائر، فدي طبعا كان حاجه صعبه علينا، ولاعيبه كتير خسرت، حتى اللي كسب كان مستواه قليل جدا. فاقتراحي طبعا يمكن للاداره بتاعتنا او الاتحاد ان احنا نستفيد مثلا زي بخبره فنيا زي دكتور اشرف مدرب عبد اللطيف بطل عالم، ومدرب كرم جابر وليه انجازات في الاولمبياد، وبرده في مدرب كيشو محمد ابراهيم، مدرب لسه صاعد وعمل انجازات كبيره قوي مع كيشو يعني. فانا بقترح ان احنا يعني نستفيد بالخبرات بتاعه المدربين، طالما في ازمه في التدريب يبقى لازم نراجع نفسنا فيها. وطبعا زي ما قلت لحضرتك ان احنا فرقه ابطال عالم متفككين، فدي حاجه بتعمل ازمه كبيره، احنا مش عارفين نجهز. يمكن احنا دي فرصه لينا ان البطوله اتاجلت بتاعت التاهيل، فرصه لينا ان احنا نعيد حساباتنا ونتجمع من تاني يعني. طيب هيثم، انت مرت عليك فتره في حياتك، يمكن سافرت الولايات المتحده الامريكيه، قضيت فتره هناك وكان عندك تجربه هناك، اشتغلت في محلات، اشتغلت في سوبر ماركت، يعني احكي لنا على التجربه دي، وهل بالفعل في امريكا يعني عرضوا عليك التجنيس اسوه بما حصل مع نجوم سابقين في لعبه المصارعه ولا لا؟ هو اللي حصل ان ظروف ريو في البرازيل، ان انا حسيت ان احنا يعني مش على قدر كافي بالحدث اللي احنا بنواجهه. يمكن الاولمبياد دي اعظم حدث رياضي بيحصل كل 4 سنين. حسيت من الاداره بتاعتنا ان احنا كان في ازمات ومفيش رعايه، يعني احنا ما خططناش لاي حاجه. يمكن حتى كمان اقرب حاجه انا حاولت مثلا في خلال 3 شهور قبل الاولمبياد ان انا استجمع قوتي وان انا استجمع تركيزي، بس برضو حتى خلال ال3 شهور الاخرانيين حصلت ازمات كبيره. يمكن اتعرضت لاصابه قبل الوزن بتاعي في الاولمبياد بيومين او 3، نتيجة ان انا رحت في وقت قليل جدا ومفيش تدريب ومفيش اعداد، فتعرضت للاصابة. فحسيت بيأس طبعا ساعتها، انا قررت الاعتزال. يعني انا كان حلمي ان انا الاولمبياد، رحت خرجت من اول ماتش باصابة، يعني ما حتى يعتبر ما شاركتش في الاولمبياد، فدي عملت لي ازمة نفسيا، فقررت ان انا اعتزل يعني. رحت هناك في امريكا، لقيت ان انا مثلا اقل واحد بيشتغل في امريكا، يعني لو قعدت 6 شهور بعمل اللي انا عملته في حياتي الرياضيه كلها. فطبعا حزنت، يعني بطل عالم لما يروح يشتغل في اي حته بياخد مقابل مادي اكبر من اللي عمله في حياته كلها في الرياضه، وغير الاحترام والتقدير. يعني حتى لو انت بتشتغل عامل نظافه هناك بيحترموك وبيقدروك احسن من اي حد، احسن من بطل عالم في مصر. فدي كانت التفاصيل. فبعد كده انا قدرت ان انا يعني اواجه نفسي تاني، ان انا لا احاول مره تانيه،
ورجعت للاولمبياد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله لو الظروف سمحت احنا نقدر نعمل ميداليه. طب يعني انت قلت حاجه مهمه والسؤال ليكوا انتوا الاثنين، بغض النظر ان انت عبد اللطيف عندك راعي، ليه دايما الرياضيين بيتعرضوا لظروف ماديه صعبه مع ان يعني لازم يكون فيه اهتمام زي مثلا لعيبه الكوره بياخدوا مقابل مادي بيخليه قادر ان هو يركز في الرياضه؟ فهبدا بعبد اللطيف، يعني ليه شايف ان دايما لعيبه الالعاب الفرديه عندهم مشاكل ماديه، ما فيش الدعم المادي الكافي سواء بقى من الجهات المسؤوله او وزاره الرياضه ولا لا؟ كانت الاول كانت الشركه التجاريه كانت الاول بتوظف البطل الرياضي زي مصر الطيران، الاسواق الحره، الشرقيه، المقاولين العرب. كان الاول كان في قصدك بتحلهم وظائف يعني، كانت بطوله الشركات بتتعمل اللي الشركه اللي تجيب اول من اول لثالث بيعينهم كل سنه 10 لعيبه. كان اللاعب بيلعب رياضه زي المدربين الحاليين بتوعنا، كل واحد موظف في الشركه بتاعته اللي ده من مستقبله التعليم. يعني ده من مستقبله. دلوقتي ما عادش في تعيين للبطل، البطل بيلعب الرياضه 10 سنين 15 سنه بيقضي عمره كله في الرياضه، وصل لحاجه في التعليم. طبعا زي ما حضرتك انا حكيت لك الحياه اللي احنا عايشينها، طبعا احنا كلنا في التعليم متوسط، انا لسه حاليا بدرس، مش بياخد حاجه من مش بيطلع من الطب عشان يتعين في التعيين بتاعه، فهو بيحط حياته كلها في الرياضه لنيله الشرف اللي احنا بنرفع علم مصر. فالشعور ده مثلا بيدي جانب كافي، فبتيجي تبص تلاقي بعد عمر 40 سنه او 35 سنه ان انت خرجت من الرياضه، الفلوس اللي انت عملتها جوزتك او لسه عليك فلوس كمان من الجواز، ده حاجه ابسط حقوق اي انسان ان هو بيدور ان هو مثلا يتجوز او كده. بعد كده بيجي يبص يلاقي ان هو ما معهوش اي شغل يقدر يشتغل بيه في اي مكان، بيروح اي جيم ب 2000 جنيه او ب 3000 جنيه في الشهر، بيشتغل 12 ساعه. هي دي حياه مثلا ان انا ابقى بطل اولمبي او بطل عالم ان انا اخرج كده؟ لا، احنا لو في مثلا اي حد ان هو مثلا يشوف الابطال اللي هي ابطال العالم، اولا ابطال العالم قليلين مش كتير، ان انا ابقى راجل بطل عالم لا، بيبقى ناس قليله، او ان انا ابقى بطل اولمبي. طب بالمقابل يا هيثم، شايف ان الجوائز اللي بتاخدوها ماديا في حاله تحقيقكم اي لقب سواء بطوله افريقيه بطوله عالم، جوائز الماديه اللي بتحصلوا عليها في الاولمبياد، هل ايضا كافيه للتعب اللي بتتعبوه خلال الفتره اللي بتكونوا بتتدربوا فيها؟ هي غير مجديه خالص. يعني انا شايف ان هو اصلا يمكن المقارنه بين الالعاب الفرديه والالعاب قول لنا يعني لو تقدر تقول يعني اكتر مقابل مادي حصلت عليه قد ايه في بطوله كبيره؟ يعني كان في دوره البحر انا حصلت على 90000 جنيه يعني خلال اربع سنين، دي بتيجي كل اربع سنين، دي اعلى حاجه انا باخدها في الرياضه. اول افريقي عليها 9000 جنيه، اول افريقيا بطل افريقيا يمكن 10 مرات احنا جايبين اول افريقيا، ما كناش بناخد في الاول، وبعد كده بقينا ناخد 9000 جنيه. ف 9000 جنيه دي طبعا احنا فيتامينات او مكملات غذائيه انا بصرفها في الشهر، يعني 9000 جنيه دي ما تعملش حاجه. انا شايف ان الفرق بين الالعاب الفرديه والالعاب الجماعيه هو توجيه الدوله. يعني انا شايف الدوله ممكن توجه الناس، يمكن هي بتجيب ارباح، الكوره بتجيب ارباح بتصرف على نفسها يعتبر، بس لو توجيه الدوله اتوجه على الالعاب الفرديه احنا نقدر كمان نجيب ارباح. يمكن في دول زي روسيا وايران جمهورهم بيكون اعلى من جمهور المجر وبلغاريا، جمهورهم اعلى بكتير من جمهور الكوره، والناس بتستمتع بالمصارعه جدا وبالالعاب الفرديه بتستمتع بيها جدا وبيدفعوا تذاكر بالافات. فاحنا لو قدرنا نوصل للموضوع ده بيعملوا شو زي اليو اف سي والحاجات دي، بيعملوا شو كبير قوي نقدر احنا نطلع منها، بس تكون توجيه من الدوله. احنا ما بندورش برضو على التقدير المادي قوي، يمكن احنا في ناس احسن مننا، وفي ناس بتضحي بحياتها في سينا وفي الحاجات دي. احنا تقديرك المعنوي اكبر، يعني انا محتاج تقدير معنوي، محتاج حد يقف معايا، محتاج حد يحل المشاكل بتاعتي. يمكن انا بشكر دكتور اشرف صبحي ان هو دايما مراعينا ودايما بيكون معانا، لو هو مش فاضي بيكون المساعد بتاعه اللي هو دكتور كردي ودكتور عبد الاول. كردي ودكتور عبد الاول، اتمنى ان الناس كلها تبقى بامانه. بعد كل بطوله حصدنا فيها اي ميداليات، انا لما خدت اول في ايطاليا انا جالي تليفون شخص من الوزير بارك لي، وكان في كان في مشاكل في ان انا اطلع من ايطاليا على فرنسا، خلصها لي، طلعت على فرنسا معسكر بيتابعوا معانا، يعني اي مشكله هو الدكتور كردي بامانه لاول مره الدكتور كردي مكتب مساعد الوزير، لو احنا سياده الوزير مشغول الوزاره مفتوحه لينا في اي وقت ان احنا نيجي نقدر ان احنا نقدم او نتكلم زي ما بنتكلم مع حضرتك كده. وفعلا بياخدوا خطوات في اللي احنا بنتكلم فيه، مش بنقدم مستندات ان احنا مثلا عايزين او مذكرات مثلا بالكلام ده ان احنا عايزين الحاجات دي، ولا لا بعدها في اقرب وقت بتتنفذ. فهي منظومه، انا بتمنى ان الناس كلها زي تكون زي الناس دي، يعني
يمكن دكتور محمد الكرد بيكلمنا احنا اكتر من الناس في الاتحاد بتاعنا. فاتمنى ان الناس كلها تكون بتراعي زي الناس دي، ومش بيكلمك دايما في وقت المنظومه متكامله يعني. طيب مش بيعزم بيتكلم في دايما في وقت المكسب دايما، لو حصل للاعب اي ظرف برضك بيكلمه بيقول له شد حيلك اللي جاي اكتر، احنا مستنيين منك، احنا عارفين انك بطل، بيطلعه من اللي هو فيه وبيشجعه انه يرجع احسن من الاول تاني. ان شاء الله تلقوا الدعم اللي انتم بتتمنوه. ولكن هيثم، يعني انت ذكرت اسماء بعض المدربين اللي ناجحين في الفتره الحاليه، ولكن يعني خلونا نتخيل كده لو اثنين ابطال زي بوجي او كرم جابر اصبحوا هم المسؤولين سواء في الاتحاد او مسؤولين عنكم ك يعني في النواحي التدريبيه، هل ده هيفرق معاكم؟ وايه الاضافات اللي ممكن نضيفها لكم؟ ده يفرق كتير يعني. يمكن محمد عبد الفتاح كابتن بوجي هو ماسك منتخب امريكا دلوقتي، فيعني منتخب امريكا بيثق في الراجل ده. احنا نتمنى طبعا، بس الله اعلم يعني الاتحاد بتاعنا يوافق على حاجه زي دي او لا. طبعا ده يفرق معانا كتير جدا، لان عقليه بطل عالم يعني، يمكن انا بطل عالم وعبد اللطيف بطل عالم، فصعب جدا تلاقي مدرب يقدر يضيف حاجه لبطل عالم الا اذا كان هو كمان بطل عالم يعني. واحد زي كابتن بوجي اكيد يضيف كتير قوي لابطال عالم والناس تحترمه. يمكن برضو كابتن كرم بيخش اي صاله في اي مكان في اي بطوله الناس الجمهور بيقف. دي حاجه كبيره قوي يعني. كابتن كرم او كابتن بوجي يضيفوا كتير قوي لينا. تمام. انت برضو رايك ايه يا عبد اللطيف يعني في السؤال ده تحديدا؟ يعني هل شايف ان وجود اسماء بعينها ممكن تضيف لكم ولا لا؟ الكابتن بوجي غير منظومه امريكا. يعني امريكا كانت فين من 5 سنين ودلوقتي امريكا فين؟ هو طبعا الكابتن بوجي ماسك المدير الفني هناك، كان من قريب قوي كان بيخلص له معسكر ان هو ان انا اروح اعسكر في امريكا، كان هو اللي بيوافق ان اللاعب ده يجي ولا لا. يعني حتى كمان مش اللي هو لا، ده هو بيوافق ان اللاعب ده يدخل امريكا يعسكر جواه ولا لا، ان اللاعب ده مستواه. والكابتن كرم اسطوره، كابتن كرم بنخش اي صاله في العالم بتبقى صورته موجوده فيها. طيب هيثم، عايزين نتكلم شويه عن الحياه الشخصيه. اكيد بخلاف لعبه المصارعه بيكون عندكم حياتكم الشخصيه، اكيد عندك مخططات سواء مهنيه او اجتماعيه عايز اتكلم معاك فيها، وعايزك ايضا توجه رساله للشباب الصغيرين او الناشئين اللي بيتفرجوا عليكم وحابين ان هم يمشوا بنفس الخطى اللي انتم مشيتوا بيها. انا خارج الرياضه، انا خريج كليه حقوق جامعه اسكندريه، بس انا متفرغ للرياضه. يعني زي ما ابو لطيف قال احنا بنسيب كل حاجه، حياتنا كلها متفرغين للرياضه. ما فيش شغل، ما توظفتش في اي حاجه، فانا عادي ما عنديش مشكله يعني، بضحي بكل ده ما عنديش مشكله عشان حلم الاولمبياد. يعني اتمنى ان الناس تراعي الحاجات دي وعلى الاقل تحل المشاكل. يعني حتى انا سايب كل ده عشان حلم معين، حلوا لي المشاكل وساعدوني، ما لاقيش بقى معوقات كمان يعني الواحد بقى يزهق خالص بقى ويسيب الدنيا. فلا انا منتظر الاولمبياد، حلم الاولمبياد منتظره عشان بعد كده امارس حياتي الطبيعيه واشوف شغلي واشوف مستقبلي. بالنسبه للشباب انا يعني محدش يفقد الامل، يعني كملوا حتى لو مش دلوقتي الدنيا كويسه، ممكن بعدين. يمكن في واحد زي سياده الوزير دكتور اشرف صبحي، في واحد زي ده ممكن هتلاقي ناس كتير زيه ان شاء الله. ان شاء الله. وكمان في اجيال صاعده يمكن احنا نكون موجودين بعد كده في الاداره ونقدر نساعد الاجيال الجايه. تمام. ان شاء الله. بشكركم جدا، نورتوني ونورتونا في برنامج ملاعب الابطال، وان شاء الله تحققوا المزيد من الانجازات ليكم في لعبه المصارعه باذن الله. اشكرك، ربنا يخليك، شرفنا بحضرتك. اذا اعزائي مشاهدينا ومشاهدي اون تايم سبورتس وبرنامج ملاعب الابطال، كده بنكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده من ملاعب الابطال. هنكون متواجدين غدا ان شاء الله مع الزميله مريهان عمرو، وباكد على حضراتكم انه منذ قليل اصدر اتحاد كره الطائره قرار خاص بتأجيل مباريات الأسبوع الحالي الخاصة طبعا بهذا الأسبوع، وذلك بسبب العاصفة الترابية اللي بتمر بها البلاد وليس بخصوص انتشار فيروس كورونا. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، ونشوفكم غدا بإذن الله مع زميلة مريهان عمرو، وبعد قليل هيكون معاكم الزميل المتألق إبراهيم فايق في جمهور الدلتا.